المره اللي فاتت لما عملت فيديو للسلسله دي كنت متوقع الصراحه ان انتوا تعملوا دعم مش طبيعي للفيديو. الفيديو وصل ل 14000 لايك بس وانا بسجل الحلقه دي، ودي حاجه تزعلني جدا يا جماعه. والله العظيم انا تعبت نفسي عشان الاقي حاجات اللي انا بحطها لكم في السلسله دي. في ناس علقت لي قالوا لي يا بيستي قبل كده حمان عمل فيديو للموضوع ده، واللي ما اعرفش انا وحمان كده. وفي ناس ثانيه قالت لي مستر هوز ذا باص عمل نفس الفكره، بس انا عندي رد على الموضوع ده. حمان جاب حاجات فن وشغاله بجد، بس حاجات فن، ومستر هوز ذا باص جاب حاجات اصلا في النص مش شغاله اصلا. انا بحاول في السلسله دي اجيب لكم اصغر الحاجات اللي فعلا ممكن تعمل بيها حاجة. بغض النظر عن الاستشوار المتخلف بتاع المره اللي فاتت. على العموم لو الفيديو ده عجبك يا ريت لو سمحت تعمل له لايك، لو سمحت دعم كويس للسلسله دي. انا كنت قايل لكم هم ثلاث حلقات بس في احتمال صغير يكون في حلقه رابعه، فظبطونا كده. ومش طبعا عليك لو انت لسه جديد في القناه، اهلا وسهلا بيك. الفيديو ده عباره عن اصغر المنتجات اللي بتشتغل بجد، فاحنا هنشوف ايه اصغر المنتجات اللي معانا النهارده. خلونا نبدا باول منتج فيهم. اوكي، كي كي تي اس وورلد سمولست شوب فاك باي ويست مينستر كولرز فاري، يعني اصغر مكنسه في العالم والالوان بتتغير لو انت مهتم بالتكمله يعني. المنتج ده واخد 132 مراجعه وفيهم 4 نجوم فاصلة 1 وسعره $17.99. فالمفروض ده شكله زي ما انتم شايفين، واعتقد العلبه دي خلاص انتوا حافظين شكلها. هو انا جبت لونه ايه؟ اخضر. انا جبت اللون الاخضر اللي هو ده. عموما ده شكل العلبه زي ما انتم شايفين، اصغر مكنسه في العالم والمفروض هي بتشتغل باليو اس بي. وده شكلها وده شكلها وده شكلها وهي على المكتب. المفروض مش هنطول ونمط في الكلام كتير، اهم حاجه بس نقول يا رب ما تكونش عامل زي السشوار، وخلينا نجيبها ونفتحها. اصغر مكنسه في العالم دي يا جماعه، المفروض فعلا اصغر مكنسه ممكن تشتريها وتكون شغاله بجد ومفيده شويه. مكتوب عليها من هنا وورلد سمولست شوب فاك، ومن هنا مكتوب ان هي السنين 8 لفوق وبتشتغل باليو اس بي، مفيش بطاريات المره دي، ومن تحت في التحذير عشان ما تبلعهاش يعني لو انت بتبلع الحاجات دي. ومكتوب عليها هنا ان هي بتشفط بقوه وسلكها طويل. هو انا بشتري مكنسه بجد؟ عامه من الظهر فيها ايه بقى؟ تقريبا فيها طريقه الاستخدام بس بيقول لك هنا ممكن تفتحها وتفضيها، يعني كلام مش مهم قوي. عموما خلونا احنا نفتح العلبه ونشوف جواها ايه. جواها ايه؟ ما العلبه شفافه. بسم الله. عندنا المكنسه نفسها، وفي مكان ما هنا اهو خرطوم المكنسه، وعندنا فيه اتعورت تقريبا. كتاب التعليمات موجود برضه، ونشوف كتاب التعليمات مكتوب فيه ايه. اوكي، ورقه في الجول بدون تضييع وقت، ببساطه كده خلوه على جنب وخلونا نوصل الشيء ده. هم قالوا ان سلكه طويل، فخلونا نشوف الموضوع ده بجد ولا لا. فده السلك. اوكي، اعتقد السلك ده حوالي متر ولا ايه ده؟ لحظه كده، هو السلك طولي تقريبا، فنقدر نقول ان هو 2 متر ونص. 2 متر كده قوي. ما علينا، خلينا نشوف المكنسه نفسها عامله ازاي. المفروض الاول اوصل دي من هنا كده. لحظه، ازاي؟ بتركب على طول. اوكي، دي تتوصل كده. ده اللي بتسموها ايه يا جماعه؟ زلومه المكنسه، ما اعرفش اسمها ايه والله. ومن هنا المفروض ان انا ممكن افك دي بطريقه ما. افكها ازاي؟ عارف ليه تحس ان هم لو كانوا جايبين لي كتيب تعليمات كان يبقى اسهل اقراها. لحظه كده اقراها. اوكي، ما استفدتش حاجه قوي الصراحه يعني، فانا بحاول افهم المفروض اعمل ايه. اوكي، كده بصوا، لات سين ايه مقفوله كده، بنعمل كده لبره، دي التسلكة دي بره كده بس، واتفتحت اهي. وجواها ايه ده؟ كان مكنسه بجد. جواها يا جماعه في فلتر هنا ممكن تشيله عادي عشان تنضفه، وفي هنا الباسكت نفسه والتراب يخش هنا. يعني افهمكم ايه اللي بيحصل. هنا في مروحه بتشفط بتطلع الهواء او بتسحب الهواء لبره كده، فالمروحه دي بتشفط الهواء. الفلتر ده بيتاكد ان مفيش اي تراب يخش جوه المروحه نفسها، وبالتالي التراب كله بيتحبس جوه البتاعه دي، جوه المكنسه نفسها. فدي فعلا مكنسه ممكن تتنضف. الجدير بالذكر ان هي فيها عجله يا جماعه، يعني مش عارف هل دي هتفرق مع حد فيكم ولا لا، بس يعني لو عايز تتحرك بيها اتحرك بيها عادي. فاوكي، كده شفنا شكل المنتج من جوه. خلونا بقى ايه نوصله، ومحتاج حاجه نكنسها ولا حاجه. لحظه واحده كده، هوصل المكنسه زي ما كانت، نقفلها من هنا ومن هنا كده. اوكي، كده هي ثابته في مكانها خلاص. خلوني بقى اجيب اي حاجه ممكن نحطها هنا ونشفطها من على الترابيزه. اوكي يا اخوانا، جبت ملاحه، جبت شويه ملح عشان لونه ابيض فهيبان هنا، فبرمي الملح على الارض. هو باين اصلا ولا لا؟ هو باين. رميت كتير قوي قوي. اوكي كده، احنا زي ما احنا شايفين، انا على فكره بتاعتي لو مش شغاله انا هندم، بس زي ما احنا شايفين في ملح كتير. شفطت شويه، في ملح كتير على الترابيزه. المهم انا مش بهزر، انا مستطعمه بجد، ولكن خلونا نوصل دي باليو اس بي كده. لحظه واحده، ايه ده؟ انتوا شايفين فين الصلعه؟ واضح قوي انا لسه غسل شعري والله. خلونا اوصل دي هنا كده. كده انا موصل المكنسه المفروض، فالمفروض لو عملت كده ده صوتها نفس صوت السشوار بالظبط. تسمعوا كده؟ صوت كارثي. اوكي ما علينا، هل بتشفط؟ لحظه واحده. اوكي هو انا موصلك غلط ولا انت اللي غبيه وما بتعمليش حاجه مفيده برضو؟ يا نهار ابيض، اكيد لا صح. لحظه واحده كده، انا مركبك صح ولا ايه الكلام؟ استنوا، مركبك صح، ده اخرك. اوكي واضح ان الملح مش هيتشال ان شاء الله، بس هنشوف ونديها فرصه وربنا يستر علينا. اوكي ادي المكنسه يا جماعه، وادي الملح. بسم الله، زوم لي شويه كده، انتوا شايفين الملح كويس قوي، وادي المكنسه. فبسم الله. اوكي ولا لحظه اوكي، ولا هي جابتهم هنا؟ انا هحطها فوقيهم ونشوف. لا بتشفط. اوكي فتعالى بقى نعمل كده.
كده هي هي بتغرز ولا بتشفط؟ انا مش فاهم. اعمل كده كده هي بتعمل ميكس ما بين الاثنين، انا مش فاهمه الصراحه، بس هي بتنظف يعني زي ما انتم شايفين اهي بتنظف شويه بس مش قوي. وبكده نكون نظفنا البتاع كلها. اوكي لا استنوا يا دي النيله فين المكنسة دي؟ في حبيبات ملح صغيرة موجودة على الماوس مات، أنا مش عارف أنا ليه رميتهم هنا، بس يعني عارف لما تكون بتلعب وتكون في فتافيت على بتاع اللي قدامك؟ أما تاني أنا متأكد إن أنا بلعب هقعد أخبط في حاجات صغيرة مش باينة يعني. أنا مش الله يحرقك، المكنسة مش شغالة كويس يا جماعة. أوكي اللي أنتوا شايفيني بجمعه هنا ده في الحتة الصغيرة دي، ده الملح اللي أنا عارف أجيبه بصابعي أو بإيديا. الفكرة إن حمام تقريبا كان برضه جايب مكنسة كهرباء لو أنا فاكر صح، لأن هو يوم ما نزل الفيديو بتاعه زمان أنا كنت شفته. ما علينا، ده الملح يا جماعة اللي اتبقى اللي هي ما شفتتهوش أصلا، فخلونا نحاول نشفطه كده لحظة واحدة. هنعمل كده ايه ده؟ اوكي زي ما انتم شايفين الملح لسه موجود، هي مش عارفه تشفطه، لازم احركها شويه عشان تشفط، يعني لازم اسكسكها، لازم اسكسكها، قرف ده. اوكي يا عم ارمي الملح على الارض يا عم، مش عايزه خلاص. طيب مش فاضل غير حاجه واحده نعملها بالمكنسه القذره دي، ان احنا نفتح كده ونفتح كده وبعدين نعمل كده ونشوف. اوكي هو واضح الملح جوه فين صح؟ هنا وهنا، فده الملح اللي جوه، هو كتير الصراحة يعني، هي شفطت كل ده فا اوكي. البتاع نفسها عليها ملح برضه دلوقتي يعني الفلتر نفسه، بس مش مشكلة. لكن أول منتج معانا النهاردة يا جماعة، قول لي رأيك فيه تحت في التعليقات، وخلونا نتكلم في المنتج الجاي، لأن المنتج الجاي ينفع قوي باللي حصل من شوية الحزن ده. عارف لما يقول لك أصغر فيولين في العالم وتلعبه كده؟ اللي هو جابه مستر سلطة قبل كده بيلعب فيولين صغير أو بيلعب كمانجا. الفكرة من الميم ده أو الفكرة من الموضوع ده إن هو يقول لك العب على أصغر كمانجا في العالم، يعني يا حبيبي أحزنني، اللي هو أصلا زعلك مش فارق معايا، المفروض يعني. فأنا النهاردة جاي لكم بالتالي، تايني فيولين سعره $9.95، واخد 4.4 تقريبا من 5 مراجعات، ومفروض إن الشركة اللي عاملاها هي نفس الشركة اللي عاملة أصغر جيمنج كونسول في العالم اللي طلعناها مع بعض في الحلقة اللي فاتت من السلسلة دي. وده شكل المنتج يا جماعة في إيد الراجل، والمفروض إن هو المنتج كده كده، المفروض ان هو فيه بطاريات وبتاع وبيعمل صوت بجد. هل بيعمل صوت فيولين بجد ولا لا؟ ما اعرفش، بس المفروض ان هو فيه 9 زراير تاتش. وايه ده مكتوب فيه ان هو فيه 10 نغمات نوكيا قدام، وصوته عالي وبيشتغل بمغناطيس. وانا اشتريت ايه؟ وانا اشتريت ايه والله؟ طيب يا جماعه ده مش هينفع ارميه، ده اصغر كمانجا في العالم حرفيا. الكيس البلاستيك ده كان ب $10 وفي اصغر كمانجا في العالم. وانا مش هكدب عليكم، انا ما قريتش كلام كتير عنها، لان الشركه اللي عاملاها هي نفس اللي عامله الجهاز اللي قلت لكم عليه بتاع المره اللي فاتت، وعاملين اخر جهاز هنشوفه النهارده وجهاز كمان هنشوفه المره الجايه، كلهم جامدين جدا. فانا توقعت ان ده يكون جامد، فخلينا نشوف ايه اللي موجود في العلبه. عندنا الاول الورقه دي بيقول لك تستخدمه ازاي، بعدين عندنا في جوه بطاريه مش صغيره ومش كبيره ما تعرفش الحجم ده ايه، بعدين عندك الكمانجا نفسها ماشي، ده حجم الكمانجا يا جماعه في ايديا، مش هقول اكتر من كده. طيب خلينا نشوف المنتج نفسه عامل ازاي، يعني لو حابين تبصوا ايه اللي فيه. عندنا هنا في زرار الاون والاوف من الناحيه دي، يعني هو كده هو كده اون ولا اوف، انت مش باين منك حاجه. لحظه اوكي كده مطفي كده شغال. عندك من هنا مفيش اوتار بجد طبعا، يعني مش محتاج الكلام، او تقريبا التاتش هنا. عندك من هنا السماعه البتاع الكبيره دي هي السماعه، وهنا مكان البطاريه، ومكتوب من هنا اسم الشركه اللي هو تايني سيركتس، وبس كده حرفيا. فخلوني اطلع البطاريه الاول. اوكي البطاريه اهي، عايزين نعمل تجربه. اوكي فعلا فيها كهرباء، نحطها هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي هي اشتغلت، فانا اعمل ايه دلوقتي؟ مش فاهم. ايه ده؟ اوكي في ايه؟ دي ميشن امبوسيبل، دي ميشن امبوسيبل، اسمعوا تاني. شغاله تاني ازاي؟ هي بتشتغل ازاي يا اخوانا؟ انا مش فاهم حياتي والله، بتشتغل ازاي؟ انا مش عارف الجهاز ده شغال ازاي، مش عارف الفيولين ده شغال ازاي والله. لحظه واحده اقرا كده. اوكي مكتوب لك هنا حط البطاريه الاول وشغل الجهاز، عملنا كده. تاتش ذا اس كيز تو بلاي ا سترينج. اس كيز؟ اس كيز؟ ايه الاس كيز دي؟ هنا؟ ايه يا اسطى ده فين؟ يا اسطى ايه الكذب ده؟ لحظه واحده، هو ليه بيطفي تاني يا جماعه ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش فاهم. بص انا بطفيه بشغله تاني، فهو دلوقتي ما بيعملش حاجه. لو دوست على زرار جيم اوفر. ده بانكي اللي بيقول لي كده، والله العظيم صوت الجيم اوفر ده بانكي، وما بتعملش حاجه تاني. هو انا لازم اطفيها واشغلها عشان تعمل صوت كل مره؟ طب لحظه كده هندوس تاني. هي ما بتشتغلش تاني ليه طيب؟ انا مش فاهم. هو انا لازم اطفيها واشغلها كل مره ولا ايه؟ مش فاهم والله العظيم. طب نطفيها ونشغلها تاني، اصل هي كل مره بتعمل مزيكا عشوائيه. لحظه واحده نعمل كده كده ندوس.
ايه ده؟ مش فاهم. طب المرة الجاية بقى عندنا مزيكة ايه معلش؟ هي دي اللي اشتغلت اول مره خالص، وبصراحه انا كنت فاكرها شمس الزناتي اصلا. شمس الزناتي، شمس الزناتي. طب لحظه، دي الاغاني الاوتوماتيك، لو خليناها مش اوتوماتيك اهو. بصوا اوكي، ايه ده؟ بصوا لو دوست هنا وحركت كده اهو، بص كده اوكي، وبعدين ممكن احرك هنا يمين وشمال اوكي. ايه المنتج ايه؟ يا ربي عامل بيه ده؟ مش مفيد ده. فاكرين اللي انا قلته في اول الفيديو خالص اللي هو دي المنتجات اللي شغاله بجد؟ كنسلوا الكلام ده خالص. ايه القرف اللي انا جايبه ده؟ ايه ده؟ طب لحظه كده، تعبت لا ما تجيش والله يا جماعه، ما عنديش كلام اقوله على المنتج ده غير انه ما يستاهلش 10 دولار وانا زعلان ومش عارف اعمل بيه ايه بجد، ملوش اي لازمه بالنسبه لي. فده كان اصغر كمانجا في العالم او اصغر فيولين في العالم، مش هقول اتنصب عليا، هو انا ما قريتش الكلام اللي مكتوب. ايه يا عم خضتني فيه ايه والله؟ لحظه واحده اقفل ده بس بقى، بس سيبكم من القرف اللي عندنا على الترابيزه ده، خلينا نخش على المنتج التاتو الاخير معانا النهارده عشان بصراحه ده جامد. المنتج ده يا جماعه مش رخيص باي حال من الاحوال، تمام؟ لان ده المفروض اصغر تلفزيون شغال بجد في العالم. تايني تي في دي اي واي كيت، واخد 5 نجوم من 115 مراجعه وسعره 75 دولار. ماشي؟ عايز تحسبها عندك احسبها، انا عندي طبعا العمله غير، بس برضه هو غالي، هو على اللي بيعمله غالي جدا. عشان بس اقول لكم ان انا بضيع فلوس عشان السلاسل دي تصدقوني، ماشي؟ اوكي، هو ده شكل المنتج المفروض، والمفروض ان هو بصراحه كحاجه هندسيه هو جامد جدا، جامد جدا 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 يا جماعه بجد. يعني هم حاطين لك هنا طريقه ان هم عملوه ازاي وبتاعه كده. المفروض ان هو في شاشه صغيره وممكن يتحط له مايكرو اس دي كارد، وجاي معاه مايكرو اس دي اصلا، وفي صوت كمان، ومعاه الفريم بتاعه 3 دي برينتد، وفي بطاريه 290 ملي امبير هنري، ومعاه ريموت كنترول صغير شغال، وممكن تحط عليه الفيديوهات بتاعتك وتشغلها عادي. يعني هو كجهاز الصراحه جامد جدا. فيا جماعه دلوقتي معانا اصغر تلفزيون شغال بجد في العالم. هتلاحظ ان انا برضه ما رميتهوش عشان غالي وانا مش عايز ارميه، الحاجه التانيه كده بلاستيك عادي ده ممكن يبوظ. هو يا جماعه ده شكل العلبه من قدام، عندنا مكتوب من هنا تايني سيركتس، ومن هنا دي اي واي تايني تي في كيت، ومن هنا مكتوب عليه ليفت هير تو سي كيت كومبوننتس، عشان انت ممكن تفتح كده وتشوف اللي جوه من ناحيه الجهاز ده ايه، ده الريموت وده الفريم. بس خلينا نقفله دلوقتي نبص ورا فيه ايه. بيقول لك تركيبه سهل في 5 دقائق، احنا هنجرب نركبه مع بعض ونشوف. ونفس الكلام اللي قلناه على الموقع تقريبا، وبيقول لك ممكن تحط فيه 5 ساعات محتوى من عندك. 5 ساعات يا جماعه تحطهم هنا. على العموم خلونا نقلبه تاني ونفتح كده، اعتقد ده نفس الكلام برضو. ده نفس الكلام، بس بيقول لك بس ان الاس دي كارد فيها اصلا حاجات محطوطه، يعني المفروض الميموري كارد اللي جوه فيها فيديوهات شغاله، فده كويس بالنسبه لي. وخلونا بقى نطلعه من هنا، بسم الله. ادي اهو اوكي. يا لهوي لحظه واحده، هات العلبه دي على جنب يا جماعه، ده احنا هنركبه بجد. ايه ده 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 ايه الافاره دي؟ هو انا اكيد مش هركب كل ده بجد صح؟ يا ساتر. طيب خلونا نشوف لو ينفع اركب البتاع ده من غير ما اشوف طريقه الاستخدام، بس هي عامه موجوده في الورقه دي. بيقول لك روح للموقع ده عشان تتعلم ازاي تستخدم الجهاز وتحط عليه فيديوهات. انا مهندس فمش محتاج الكلام ده، انا بجد مهندس، انا متخرج من هندسه فالمفروض انا فاهم. فخلونا نشوف ايه اللي عندنا. عندنا فيه البلاستيك اللي هو هيتحط جوه التلفزيون، شكله عامل ازاي؟ في من تحت مكان ومن اليمين مكان ومن الظهر فنس، ملمسه كانه 3 دي برينتد فعلا، هو محتاج يتلون الصراحه بس مش مشكله، لونه ابيض مش مشكله معانا. عندنا فيه هنا ده اعتقد ريموت كنترول، لحظه ده ولا ايه؟ اهو ده ريموت كنترول يا جماعه، في زرار الباور فوق على اليمين وزرار الميوت فوق على الشمال، والزرار اللي بتغير القناه وزرار اللي بتغير الصوت، ومن ورا بيتحط له بطاريه صغيره، واكيد البطاريه جايه معايا صح ولا ايه؟ ما علينا. عندنا هنا في دي اكيد السماعه الصغيره دي، شفتها قبل كده اصلا في الحقيقه، وبنسبه كبيره في سماعه زي دي عندك في الموبايل، تمام؟ خلي السماعه هنا. عندنا في دي سيركت بورد، دي سيركت بيتحط فيها الاس دي كارد الصغيره والسماعه من هنا، ومن ورا مكتوب عليها تايني سيركتس دوت كوم دي اوكي، دي النسخه الثالثه من البورد دي يا جماعه، يعني البورد دي صمموها 3 مرات في المنتج ده. معرفش انت ممكن تهتموا بحاجه زي دي بس اوكي. بعدين عندنا فيه لحظه ايه ده؟ اوه اوكي، اعتقد دي اهم حاجه في الموضوع كله، فيها مايكرو اس مش مايكرو اس مايكرو يو اس بي، فيها مايكرو يو اس بي من هنا، وفيها مكان من هنا معرفش ايه الصراحه، لازم مش عارف الصراحه ده مكان ايه يعني، بس هنفهم مع بعض. دي الشاشه اوكي، دي الشاشه يا جماعه، دي الشاشه اوكي. فدي شاشه الجهاز اهي، دي شاشه الجهاز تمام. وبعدين عندنا هنا في كيس تاني جواه ايه بقى؟ اوكي جواه في البطاريه وفي البلاستيك ده ايه ده؟ مش متاكد ده ايه الصراحه البلاستيك ده، بس مش مشكله دلوقتي. في البطاريه بتاعت الجهاز نفسه، دي بطاريه الجهاز اللي المفروض تكون لو انا مش غلطان 290 ملي امبير هنري فعلا، والاس دي كارد جواها ميموري كارد صغيره
8 جيجا ماشي 8 جيجا عشان بس فاكرين الجهاز اللي كلف عليه اكسبرس اللي كان فيه 512 ميجا ميموري كارد 8 جيجا وعليها لوجو الشركه كمان فاوكي المفروض ان انا بقى اركب كل الكلام ده مع بعض فخلينا نشوف بيتركب ازاي انا مش هبص على اي حاجه انا هعملها من نفسي تقريبا يعني اول حاجه البطاريه هل انا محتاج اشيلها من ده اعتقد لا اعتقد البطاريه هسيبها زي ما هي كده يعني هسيبها مربوطه كده في البلاستيك ده اعتقد لو انا مش غلطان سيب الريموت على جنب مش محتاجه اول حاجه الشاشه هو ده بيفتح وانا داخل كل حاجه جوه ازاي هل ده بيفتح انا خايف اكسره حاسس ان انا المفروض فتحت اوكي فتحنا الشيء ده فتمام اوكي مش هكدب عليكم انا اضطريت ان انا اغش من الموقع بتاع البتاع دي بس ده بسبب ان انا بس حسيت ان في حاجات انا مش عارف اعمل بيها ايه فانا مهندس بلا بتاع اوكي اول حاجه لازم نعملها عايزين نركب البطاريه في الشاشه فالمفروض ان احنا نحط دي هنا كده اوكي المفروض دلوقتي الشاشه تشتغل ولا ايه اوكي الشاشه دلوقتي نورت اهي بس احنا مش محتاجينها تنور دلوقتي فهنطفيها كده اهم حاجه اتاكدنا ان اول وصله معانا صح تمام تاني حاجه محتاجين نعملها دي اللي انا غشيتها بقى اوكي المفروض نحط البلاستيكيه دي جوه التلفزيون عشان ده زرار الباور بتاعنا ف انا محتاج هو عملها بصراحه بملقط في الفيديو بتاعه انا مش هعمل كده ولا انا هحتاج الملقط ولا ايه اها اوكي ركبتها ماشي حلو ركبت الزرار ده شايفين فيه هنا زرار صغير وفي زرارين تانيين الزرارين التانيين دول في الجهاز اصلا او في الفريم نفسه ولكن لا احنا ركبنا الزرار بتاع الباور المفروض دلوقتي احط الشاشه عند الزرار ده فاول حاجه هنشيل اللزق دي من على الشاشه كده دي اول خطوه تاني خطوه هنحط الشاشه كده لتحت بحيث ان الزرار يمشي معاها فلحظه واحده دي لازم اعملها معلش قدام الكاميرا دي علشان لازم اعملها صح بسم الله الرحمن الرحيم موضوع مخيف قوي يا جماعه والله اوكي ركبتها حلو خلاص كده المفروض دلوقتي لو رفعت الزرار ده لفوق اشتغل اشتغل الحمد لله اوكي نزله تاني فجميل كده وصلنا زرار الباور دلوقتي بقى انت اكيد بتتساءل البورده دي هنعمل بيها ايه البورده دي يا جماعه فيها من هنا لو تلاحظ الحته البيضه دي الحته دي بتركب على طول في البورده دي شايفين في هنا حته سوداء هي بتركب في الحته السوداء دي على طول فالمفروض انا دلوقتي اجهز دي الاول اركب هنا السماعه فتمام الميموري كارد مش لازم اركبها دلوقتي فالمفروض دلوقتي اعمل كده هنا واركب دي فوق دي لازم اخلي بقى من اسلاك والمفروض ان انا كده ركبت البورده دي يا اخوانا فكده المفروض البوردتين على بعض ومفروض زرار الباور شغاله وكل حاجه في مكانها تمام تمام طيب دلوقتي بقى نعمل ايه دلوقتي بقى في الحته دي عايزين البلاستيك ده لان ده اللي هيثبت الشاشات في مكانها فالمفروض نحط دي هنا كده شايفين الحته دي اهي تتركب هنا تتدخل ما بينهم هما الاثنين فمن الناحيه دي كده اوكي ومن الناحيه الثانيه كمان هنعمل دي كده لجوه تمام بحيث ان انتوا لو ركزتوا كده هتلاقوا دلوقتي في بلاستيك ماسك الشاشه والمذر بورد جوه فكده كله تمام ناقص ايه بقى ناقص اننا نوصل السماعه نربطها هنا فاول حاجه البطاريه بتتساب يا جماعه جوه كده عادي خالص كده البطاريه تمام مش مشكله السماعه بقى عليها من ورا هنا لازقه فالمفروض نشيل اللزقه دي والسماعه المفروض تلزق على كلامهم هنا في النص كده بالظبط كده فدي السماعه وبعدين المفروض نعمل كده كده ونقفل التلفزيون كده هون وبكده نكون ركبنا التلفزيون كله خلاص كده التلفزيون ده المفروض شغال فنشيل الورق ده على جنب لسه عندنا ميموري كارد هنشوفها دلوقتي دلوقتي لازم بقى نطلع البطاريه الصغيره اللي هنا فادي البطاريه الصغيره ونركبها في الريموت ده عشان ده الريموت اللي هنستخدمه اوكي هو الريموت نور فتمام فده الريموت بتاع التلفزيون هل انا دلوقتي لحظه واحده المفروض اشغل ده كده هو طبعا ما فيهوش ميموري كارد بس مفروض اوكي هو اشتغل بس لسه ما حطاش ميموري كارد اوكي الريموت مش شغال دلوقتي عشان الميموري كارد مش محطوطه يعني الميموري كارد دي مهمه جدا يا جماعه طيب اطفي التلفزيون تاني بمناسبه المفروض الزراير اللي هنا وهنا دي شغاله اتنين منهم بيغيروا الفيديو اللي شغال اول قناه واتنين تانيين بيغيروا الصوت بتاع الجهاز بس الاول خلونا بقى نركب ميموري كارد اوكي دي نركبها ازاي بقى لو تلاحظوا بتاعت الميموري كارد بعيده اصلا يعني هي مش لازقه في البلاستيك على طول ف انا هجرب اركبها وخلاص واشوف هيحصل ايه يا نهار ابيض اوكي لازم اركز وانا بعملها دي يعني انا لو ركبت الميموري كارد مره مش عارف اعملها تاني اظن يا اخوانا والله اعلم ان انا كده ركبت ميموري كارد هنعرف لما نشغل الجهاز فبسم الله سويتش اون ايه ده؟ الو مش باين لحظه واحده لحظه ايه فت 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 ثانيه واحده لازم اظبط لكم اضاءه الكاميرا اللي فوق اوكي كده المفروض الاضاءه احسن طبعا انتوا مش شايفين حاجه بس لو شغلنا كده او ماي جاد هو ايه بيعد الايه ده في ايه؟ 5 4 3 2 1 اوكي في ايه بقى؟ هو ده بيتعاد اوكي ماشي عامة التلفزيون شغال خلونا نرجعه تاني هنا خلونا نغير القناة ولا اول حاجة ينفع نغير القناة؟ وات؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ يا جماعة الو لحظة واحدة انتوا شايفين؟ انا عمال اغير القناة اهو
ايه الهبل ده؟ الجوده حلوه والله. لا 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 مستحيل والله العظيم. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ اسمعوا ايه الهبل ده. طب لو وطيت الصوت او عليته ينفع ليه؟ ده على حاجه انت سامعين؟ ده تلفزيون بجد. ايه الهبل ده؟ طب لو عملت ميوت المفروض اعمل كده الصوت وقف، الصوت اشتغل تاني. طب لحظه انا بشوف قناه عليها حاجه مثيره. ايه اللي شغال ده؟ في ايه؟ طب انا دلوقتي عندي فضول. شوف الحاجه دي، ركزوا. شغلت التلفزيون، بص المطفي بيعمل ايه. ده زي التلفزيون بتاع زمان والله. ايه الهبل ده؟ هو انا ممكن احط فيديو من فيديوهاتي على البتاع ده وتشتغل عادي؟ انا محتاج حاجه ليا بجد يعني. لا لحظه، هروح احط حاجه على الجهاز ده واجي لكم. استنى. طيب يا جماعه، ده الفيديو بتاع الاي ان اي، ومفروض انا بعمله كونفرتنج بالبرنامج بتاع التلفزيون ده. فالمفروض البرنامج اسمه تي اس في كونفرتر، ومفروض ان انا هعمل كونفرت وانقله على الشاشه وتشتغل من الشاشه على طول. فخلونا نجرب ونشوف. انا بس حبيت اوريكم انا بعمل ايه يعني. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض لو عملت كده دلوقتي التلفزيون اشتغل، فتمام قوي. المفروض بقى لو غيرت القنوات. ده مش انا، ده مش انا، مش انا، مش انا، مش انا، مش انا، مش انا، انا هو. ايه اللي عمل ده؟ لا صحنا انتوا مين؟ اسمعوا، ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ طب لحظه كده، المفروض في حاجه ثانيه. المفروض لحظه، هذا ايه الهبل ده؟ لا 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 لا، ارجع تاني. لا مستحيل والله العظيم انا منبهر. لا يا جماعه التلفزيون ده انا منبهر بيه. طيب طبعا زي ما قلت لكم في زرار من الجنب ده بيعلي ويوطي، وده بيغير القنوات. ايه تطفاه؟ الو انا طفيته. ايه الهبل ده؟ ما علينا. في من فوق مايكرو يو اس بي كارد، ومن تحت المايكرو اس دي كارد بعد ما ركبناه. فده الجهاز، ده التلفزيون. انا بصراحه من وجهه نظري هو جامد، بس هل 75 دولار؟ لا، بس جامد يعني. هو جامد كمنتج يعني، لذيذ يعني، خلانا انبهر، خلانا نبسط ان في حاجه كده. الشاشه كجوده حلوه جدا، خصوصا ان هو جهاز صغير كده. هل هستخدمه في السيت اب؟ لا مش هستخدمه في السيت اب، هستخدمه في ايه؟ ما اعرفش يعني. ممكن ابيعه انا ايه ده؟ واعمل ايدي اصلا لحظه واحده. انا ممكن ابيعه لحد او اديه لحد او كده هديه، بس مش عارف الصراحه. بس هو كجهاز جامد. لا انا انبسطت، انا انبسطت. طيب يبقى النهارده كان عندنا بدايه متعثره شويه مع المكنسه الكهربائيه الجميله. مش احسن حاجه في الحياه، بس احسن من الاستشوار على الاقل، فقشطه. كان عندنا الشيء الغريب ده، لحظه واحده، ده اصغر فيولين في العالم ملوش اي تلاته لازمه. وكان عندنا اصغر تلفزيون في العالم واللي شغال بجد، وانا منبهر بالشيء ده جدا يا جماعه والله. فقول لي ايه اكتر منتج عجبك في التلاته دول؟ المفروض ان في حلقه كمان جاهزه. هل في حلقه رابعه؟ مش عارف، بس الحلقه التالته حاجاتها جاهزه جنبي دلوقتي. وحاجات فيهم حاجه منهم يعني اي شخص من سني كانت هتكون لعبه الطفوله بالنسبه له. لعبه ها. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه مش مشتركين، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. لاف يو اول، باي باي، سلام. مستوي حاجه في عيني. يلا اللقاء مستوي. تعبت واشتغلت، سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوم وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي، بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.